السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الثانوية العامة مادة الفيزياء الصف الثالث الثانوي برنامج مدرسة على الهواء. أعزائي الطلاب، النهاردة زي كل محاضرة مجهزين مجموعة أسئلة مهمة جدا، وقلنا دايما بنركز على الأسئلة اللي فيها mental thinking أو تفكير عقلاني وبسيط جدا، لأن هي دي أساس امتحان البوكلتس. زي ما قلنا احنا بنجيب لكم أسئلة، الأسئلة دي بتعتمد على التفكير، مش الأسئلة المباشرة اللي احنا متعودين عليها زي scientific term و give reasons والأسئلة البسيطة دي. لا، احنا بنحاول نفكر في الأسئلة اللي ممكن تبقى بالنسبة لكم فيها مشكلة. تعالوا نشوف مع بعض احنا محضرين مع بعض ايه. نشوف كده، يلا نبتدي أعزائي الطلاب. مجمع لكم مجموعة من الأسئلة مهمة جدا. تعالوا نقرأ أول سؤال أعزائي الطلاب. السؤال الأولاني بيجيب لي circuit على المونيتور، جايب لي سيركت. السيركت دي زي ما احنا شايفين فيها مجموعة ريزيستنس A وB وC. زي ما احنا شايفين واحدة 1 اوم، واحدة 2 اوم، واحدة 1 اوم، واحدة 1 اوم، برضو متوصلين باراليل. السؤال هنا بيقول لي هاو او كان وي كونكت ا باتري تو ذا تيرمينال اوف ذا الكتريك سيركت سو ذات ذا كارنت ويتش باس ثرو ذا سيركت which be larger possible. How can we connect a battery to the electric circuit or the following electric circuit؟ ازاي اوصل باتري بالالكتريك سيركت الموجود عندي بحيث ان الكرنت انتنسيتي يبقى largest as possible، يبقى اكبر حاجه ممكنه. يا ترى هوصلها عند السي بي ولا عند الاي سي ولا عند الاي بي؟ طب سؤال سهل، بس هو محتاج تقعد مع نفسك تجرب. يبقى احنا نرسم التلات احتمالات زي ما احنا عارفين. ادي الاحتمال الاول بالشكل ده، ده الاحتمال الاولاني ايه خالص زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ادي الاي وادي البي وادي السي، وفي مقاومة هنا 2 اوم ومقاومة هنا 1 اوم ومقاومة هنا 1 اوم ومقاومة هنا 1 اوم. تعالوا نبسط السيركت شوية ونرسمها تاني عشان تبقى اسهل. هنرسمها على شكل ترينجل عادي A B C، والمقاومة هنا هنقول 1 و 1 parallel، ممكن نختصرهم يبقى 0.5 اوم، وهنا هيبقى 2 اوم، وهنا هيبقى 1 اوم. يبقى انا اول حاجة رحت اختصرت شكل السيركت 1 اوم و 2 اوم، واختصرت 1 اوم و 1 اوم دول بارلل، فممكن اعتبرهم مقاومه واحده اللي هي بتساوي 1 ديفايدد 2 اللي هي 0.5 اوم. فبيقول لي اول احتمال، لو انا وصلت الالكتريك سورس ما بين السي والبي، لو وصلتها ما بين السي والبي يا ترى الالكتريك ريزيستنس هتساوي كام؟ يبقى انا لو جيت وصلتها ما بين السي والبي هنقدر نقول ان ال 2 وال 1 هيبقوا سيريس، كهرباء هتيجي من البي يبقى ده السيريس، وهيبقى بارلل للهاف. يعني هقدر اقول انها هتبقى 3 في 0.5 على 3 بلس 0.5، ده الايكويفالنت ريزيستنس. وزي بقى ما تطلع عندي هنبتدي نحلها. طب لو انا جيت وصلتها ما بين الاي والسي يا ترى هتديني كام؟ لو انا جيت وصلتها بقى ما بين طرفين الاي والسي، ساعتها هيبقى ال 1 وال half serious يعني 1.5 و parallel مع ال 2، فيبقى دي الايكويفالنت ريزيستنس في حاله انك وصلتها بال A وال C. طب لو انا وصلتها بال A وال B، يبقى الاولى دي ما بين ال C وال B، والثانيه دي ما بين ال A وال C، والثالثه ما بين ال A وال B، هيبقى ال 2 وال half هيبقوا الاثنين سيريس وبارلل مع ال 1. فهنبتدي نلاحظ ان التوتال ريزيستنس في حاله البارلل تبقى اصغر من اصغر مقاومه فيهم، يبقى غالبا السي بي هي هتحقق لي اقل ريزيستنس ممكنه، اذا تديني اعلى كرنت ممكن. يبقى انا كده لو وصلتها بالسي والبي هحقق اقل ريزيستنس واعلى كرنت ممكن اوصل له. كده يبقى احنا خلصنا النقطة الأولى. تعالوا بقى ننتقل أعزائي الطلاب مع بعض للنقطة رقم 2 في الأسئلة بتاعتنا. تعالوا نقرأها مع بعض كده. بيقول لك X rays line spectrum
اللاين اكس 3 ديبندس اون، ومديني شويه اختيارات، هل بتعتمد على التارجت ماتيريال ولا بوتنشال ديفرنس ما بين الكاسود والانود ولا الفيلمنت كارنت انتنسيتي؟ الاكس لاين سبيكترم او الاكس ريز لاين سبيكترم، احنا عارفين ان في نوعين من الاكس ريز بيطلعوا من كوليدج تيوب، هي لاين اند ايه كونتينوس اكس ري. طب اللاين سبيكترم يا ترى بيعتمد على ايه؟ ايوه اجابه صحيحه، دايما بيعتمد على ايه؟ على التارجت ماتيريال. تعالوا ننتقل لجزء تاني من اسئلتنا. سؤال رقم 3 بيقول لي the reactance of the capacitor unit is، عايز الكاباسيتيف رياكتنس الخاصه بالكاباسيتور، يا ترى الميجرنج يونت بتاعتها هل هي الهنري ولا هل هي الفراد ولا هل هي الاوم؟ الاجابه الصحيحه طبعا هتبقى الاوم، لان قلنا هي بتاخد نفس الميجرنج يونت بتاعت الريزيستور العاديه. سؤال 4 سؤال مهم جدا، بيقول لي ان اكسبيرمنت تو ستادي ذا ميوتشوال اندكشن، التجربه الخاصه بالميوتشوال اندكشن بين تو كويلز، ان انديوسد الكتروموتيف فورس جنريتد ان ذا سكندري كويل ان ذا سيم دايركشن تو ذات ان ذا برايمري كويل، يبقى بيقول لي ان في انديوسد اي ام اف هتتولد في السكندري كويل في نفس اتجاه الاي ام اف اوف ذا برايمري كويل سيركت، يبقى معنى كده هو بيتكلم على فورورد انديوزد اي ام اف، لانه قال لي هي هتبقى في نفس اتجاه الالكتروموتيف فورس اللي متولده في البرايمري كويل، يبقى انا بدور على الاحتمالات اللي ممكن تطلع لي فورورد انديوزد اي ام اف، يبقى انا عندي نوعين، نوع اسمه باكورد اي ام اف ونوع اسمه فورورد اي ام اف. الفورورد اي ام اف دي معناها ان الالكتروموتيف فورس بتشتغل في نفس اتجاه الكرنت اللي في البرايمري سيركت، اما الباكورد اي ام اف معناها ان الاي ام اف او الكرنت اللي هيتولد في السكندري كويل هيبقى ورك ان اوبزيت دايركشن تو ذات جنريتد ان ذا برايمري كويل، يبقى عكس اتجاه اللي شغال في البرايمري سيركت. طب ممتاز جدا، الفورورد اي ام اف دايما بتكون نتيجه اي حاجه بتقلل الكرنت او بتقلل الماجنتيك فيلد، اما الباكورد اي ام اف بتكون نتيجه اي شيء يؤدي لزياده الاي ام اف او زياده الماجنتيك فيلد اللي بيأثر على السكندري كويل. طب تعالى نمسك الفورورد، احنا قلنا الفورورد نتيجه ايه؟ نتيجه any change causing the decrease in the current intensity in the primary circuit or decreasing the magnetic field أو flux which affects the secondary coil. طب ايه هما الحاجات اللي ممكن يسببوا كده؟ أول حاجة إن أنا increasing the rheostat in the primary circuit. أول حاجة هزود الريوستات. Opening the key أو the circuit at the primary circuit. إن أنا هفتح الكي اللي في البرايمري سيركت فده هيقلل الكرنت. أو withdrawing the two coils away from each other. ابعد التو كويلز بعاد عن بعض، يبقى اي سبب من الثلاثه دول يؤدي ان انا اقلل الكرنت او الماجنتيك فيلد يسبب لي فورورد. طب ايه الاسباب اللي ممكن تسبب باكورد؟ اي سبب يؤدي لزياده الكرنت وزياده الماجنتيك فيلد، ان انا decreasing the rheostat switching on the primary circuit او closing the key of the primary circuit، وتالت سبب ان هي approaching the two coils the primary coil and the secondary coil together. طب تعالى نشوف هو هنا بيتكلم لي عن فورورد، هو ما قال ليش بس هو وضح لي ان هو بيتكلم عن الفورورد، لانه قال لي it work in the same direction to that generated in the primary coil، فبدور على سبب يسبب لي قلنا decreasing the current او magnetic field. تعالى نقرا التلات اسباب اللي هو كاتبهم. اول حاجة بيقول لي increasing the primary current intensity، لا ده مش معانا، احنا قلنا بندور على حاجه بتقلل، decreasing the primary coil current intensity يبقى هو ده. تعالى نقرا النقطه الثالثه عشان يبقى ايه مفيش نقطه ما قريناهاش وعود نفسك كده،
ان مش مجرد ما شفت نقطة صح ما كملش قراية السؤال، لا تقرا السؤال عادي، لان ممكن ان انت تكون تفكيرك غلط والنقطة الثالثة توضح لك الاجابة اكتر. switching on the primary circuit، لا ده بيزود الكرنت ما بيحققش فورورد. يبقى الحاجات اللي بتسبب فورورد هي اللي بتسبب decreasing للكرنت او الماجنتيك فيلد، وغالبا هتبقى النقطة B. سؤال مهم جدا جه في امتحان من الامتحانات، الاسئله اللي احنا جايبينها دي صدقوني اسئله امتحانات، لاما ترايل لاما امتحانات سابقه لاما سودان لاما قاهره لاما اللي هي الجمهوريه لاما الازهر، فبالتالي ثق ان دي اسئله امتحانات. الاسئله اللي بتبقى بسيطه جدا، شوف انتوا اكيد متفاجئين من سهوله الامتحان، هقول لكم اسئله الامتحان بتبقى بالشكل ده فما نقلقش، ده طبيعي اسئله الامتحان، ما هياش كلها افكار، جزء منها افكار وجزء منها بسيط وسهل. احنا هندربكم باذن الله على الاسئله اللي محتاجه شغل اكتر. تعال نشوف مع بعض كده الاسئله تاني. بيقول لي put the statement of greater than smaller than or equal between the brackets، جايب لي brackets وعايزني احط كلمه greater than او less than او equal. اول سؤال the galvanometer resistance is greater than or less than or equal its resistance after increasing its range and decreasing its sensitivity as an ammeter. يعني لو انا حولت الجلفانوميتر لاميتر، يا ترى الريزيستنس بتاعت الجلفانوميتر هتبقى اكبر ولا اصغر ولا اقل من الريزيستنس بتاعت الاميتر؟ سؤال مهم جدا. من الطبيعي اعزائي الطلاب ان انا عشان احول الجلفانوميتر يبقى اميتر، معنى كده ان انا لازم هوصل له ايه؟ هوصل له حاجة اسمها شنت ريزيستنس، واحنا عارفين ان الشنت ريزيستنس بتتوصل ايه؟ بارلل بالجلفانوميتر. وطالما انا وصلت شنت ريزيستنس بي بارلل، يا ترى مقاومة ال جلفانوميتر هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. ليه؟ لان انا موصل الشنت ريزيستنس دي بتبقى فيري سمول ريزيستنس كونكتد ان بارلل، بتبقى مقاومه قليله جدا ومتوصله بارلل، ده هدفها اصلا ان انا اضعف مقاومه الجهاز. يبقى لو قلت لك وات از ذا فانكشن اوف ذا شنت ريزيستنس هتقول لي ات از سمول ريزيستنس كونكتد ان بارلل تو ذا كويل اوف ذا جلفانوميتر to first decreasing the resistance of the galvanometer or the ammeter so that it doesn't affect the current intensity we want to measure. مش هتأثر على الكرنت اللي انا جاي اقيسه لانها هتخلي مقاومة الجهاز قليلة جدا فكأنها مش موجودة. اتنين increasing the range of the current intensity which can be measured by the device، بتزود الكهرباء اللي ممكن يقيسها الجهاز and protect the coil of the galvanometer from being burned when high current intensity passes through it. فطبيعي يبقى هنا كأنه بيقول لي يا ترى مقاومة الجلفانوميتر أكبر ولا أصغر ولا بتساوي مقاومة الأميتر بعد ما عدله؟ لا طبعا، أكيد مقاومة الجلفانوميتر is greater than the resistance of the ammeter. يبقى point one هكتب كلمة إيه؟ greater than. طب تعالى نشوف النقطة رقم اتنين. هيدروجين سبيكترم ويف لينس لوكيتد وذن ليمان سيريس نقط greater than or less than or equal the wavelength which is located with بالمر سيريس. هنا عايزنا نقارن ما بين الويف لينسز اللي موجوده في ليمان سيريس بالنسبه للويف لينسز اللي موجوده في بالمر، ومين الاكبر؟ طب تعالوا نتكلم مع بعض. طالما جاب لي السؤال ده، احنا قلنا دايما خد بالك الهيدروجين سبيكترم سيريس دي دايما بيسأل فيهم، سواء بقى كان مسألة سواء أسئلة عادية سواء جايبها لي عن طريق دايجرام بسيط بيشوف حفظي أو يجيبها لي كومباريزون. تعال احنا نتكلم، طالما بيكلمني عن ليمان وبالمر نتكلم عن الاتنين سيريس دول ونمسك جزء جزء فيهم مع بعض. بالنسبة لليمان سيريس هنقدر نقول it is a series when the hydrogen atom returns from a higher energy level to energy level number 1، لما الهيدروجين اتومز ت
تبتدي تنزل لي من higher energy levels توصل للـ energy level number كام؟ 1. أما بقى في حالة بالما سيريوس، هنقول سيريوس when the hydrogen atom returns from a higher energy level to energy level number 2، لما الهيدروجين اتوم ترجع من energy level عالي جدا ترجع تاني للـ energy level رقم كام؟ رقم 2. طب حلو جدا، يا ترى مين اللي عنده highest energy فيهم؟ أكيد ليمان سيريوس عندها higher energy than بالمر سيريوس، عشان كده الرينج اللي موجود فيه السبيكترم ده بيبقى اني رينج، بيبقى في الالترا فايلوت رينج. يبقى ليمان سيريوس السبيكترم اللي بيطلع بيبقى في منطقه الالترا فايلوت رينج. اما بالمر بقى يا ترى بيبقى في اني رينج؟ لا، بالمر بيبقى في منطقه الفيزابل سبيكترم او الفيزابل رينج. يبقى ليمان في منطقه الالترا فايلوت وبالمر في منطقه الفيزابل لايت. ممتاز جدا، يبقى مين اللي عنده هايست انرجي؟ ليمان. هنا بقى بيكلمني على الويف لينث، احنا عارفين ان الويف لينث انفيرسلي بروبورشنال وذ ذا انرجي، يبقى اللي عنده هايست انرجي يبقى عنده ليست ويف لينث، يبقى اكيد اجابتنا ذا ويف لينث اوف ذا سبيكترم ان كيس اوف ليمان سيريوس ويل بي ليس ذان ذا ويف لينث اوف ذا سبيكترم بروديوسد فروم بالمر سيريوس، يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ليس ذان. تعالوا ننتقل للسؤال رقم 3. The self-inductance of a solenoid. نقط يعني عايز نحط لا greater than لا less than لا equal of its self-inductance when it is compressed on the direction of its axis and it is turn and its turns get closer. ممتاز جدا، يبقى عايز يعرف يا ترى ايه اللي هيحصل لل self-inductance of a solenoid بعد ما اعمل له compressed اضغطه في اتجاه الاكسس بتاعته and its turns get closer. ممتاز جدا، تعالوا نكتب مع بعض كده قانون السيلف اندكتنس. احنا عارفين اعزائي الطلاب ان السيلف اندكتنس بيتاثر بمجموعه فاكتورز، تعالوا نكتب القانون اللي منه بنقدر نستنتج الفاكتورز دول. تعالوا نكتب قانون السيلف اندكتنس. السيلف اندكتنس بيساوي ايه؟ ال بتساوي، يلا نكتب كده، ال permeability n square area over the length. ده قانون السيلف اندكتنس. طب يا ترى ايه الفاكتورز اللي بيتاثر بيها؟ اول حاجه البرميابيلتي، the presence of iron core inside the coil or not. تاني حاجه النمبر اوف تيرنز. تالت حاجه الجيومتريكال شيب او الكروس سكشنال اريا بتاعت الكويل. رابع حاجه اللينس اوف ذا كويل. طب هنا بيقول لي ان انا عندي سولينويد، ايه التغير اللي انت عملته للسولينويد ده؟ بيقول لك از كومبريسد ان ذا دايركشن اوف اتس اكسس، يعني عملت له ضغطته باتجاه الاكسس بتاعته، يعني رحت ماسكه كده ضغطه لجوه. فهنبص نلاقي ايه؟ ان لفاته هتقرب من بعضها، بعد ما كان كده هيبتدي يتضغط ويقرب لفاته من بعضها. فهنبص نلاقي ان اللينس طبعا بتاعه ايه؟ قل، واحنا عارفين ان السيلف اندكتنس انفيرسلي بروبورشنال مع اللينس، فاكيد بعد ما قللت اللينس بتاعه السيلف اندكتنس كوفيشن هيبتدي يزيد. يبقى الاجابه هقول له هنا في حاله السؤال اللي احنا لسه قايلينه مع بعض ده، هنقول له the self-inductance of the solenoid will be less than its self-inductance after decreasing its length. لأن لما أعمل له compressed هضغطه فاللينس بتاعه هيقل فالself-inductance هتزيد أكتر. فبالتالي قانون self-induction ده لازم أكون حافظه صم. نقطة 4 بتقول لي the magnetic flux density at the center of the circular ring of radius r carrying current intensity i and the magnetic flux density at a point at distance r of a straight wire carrying electric current intensity 3i. يبقى هو جايب لي ايه هنا اعزائي الطلاب؟ جايب لي circular ring وعايزني اقارن ما بين magnetic flux density
اللي ما هو هتتكون في الاكسس بتاعتها لو فيها كارنت اسمه اي والريديوس بتاعها اسمه ار، وما بين الماجنتيك فلكس دينستي اللي هتتكون بعيد عن ستريت واير كارينج كارنت 3 اي وبيبعد عنه ار. طب احنا كده نكتبها ونبتدي نبص مع بعض اعزائي الطلاب، تعالوا نحللها مع بعض كده ونبتدي نكتبها. يبقى انا عندي سيركولار رينج، تعالوا نرسمها. سيركولار رينج يعني النمبر اوف تيرنز بوان، خلاص مش محتاج يقول لي خلاص. وفيها كارنت انتنستي اسمه اي والريديوس بتاعها اسمه ار، وجايب لي ستريت واير. الستريت واير ده ماشي فيه كارنت انتنستي 3 اي والنقطة بتبعد عنه مسافة اسمها ار، وعايز نشوف مين اللي هيولد لي ماجنتيك فلكس دينستي عند السنتر وعند النقطة دي اللي هي هنسميها اكس مثلا. ممتاز جدا. بي في حالة السيركولار رينج هتساوي بيرمابيلتي ان اي على 2 ار. اما في حالة الواير هنا هتبقى بيرمابيلتي ان اي على 2 باي دي. تعال نعوض بقى، هنبتدي نقول البي كويل هتساوي بيرمابيلتي ان الكرنت باي والريديوس بار عادي. طب في الواير بقى هتبقى بيرمابيلتي، معلش هنا بيرمابيلتي هنا 3 اي، الكرنت هنا بال 3 اي على 2 باي والديستنس اللي هي بالار. اقدر اشيل الحاجات الكومن، احنا دي ب 1 فملهاش لازمه، والبيرمابيلتي ملهاش اي لازمه، واشيل ال 2 مع ال 2 يبقى البي هنا كانها بتساوي ايه؟ البي هنا كانها بتساوي اي ديفايدد ار. اما البي بتاعت الواير بقى كانها اي divided by r. i divided a by 3i divided r. فانا هقول هنا كان هنا في 1 وهنا 3 divided by، فطبعا ده هيطلع اقل لان الباي ب 3.14، فلما اقسم 3 على 3.14 هيطلع رقم less than 1 باعتبار ان ده كومن، ال ir ثابت في الاثنين. يبقى اقول له لا، السيركولار رينج الماجنتيك فلكس دينستي اللي هيطلع منها هيبقى اكبر بكتير. فهنبتدي نقول له لا، الماجنتيك فلكس دينستي ات ذا رينج از جريتر ذان ذا ماجنتيك فلكس دينستي ات بوينت اكس. تعال ننتقل على سؤال تاني. السؤال ده من اهم الجرافس اللي موجوده عندي، هو المفروض اكون فاهم الجراف ده، لازم اكون فاهم الجراف ده. طالما انت فهمته هتقدر تحل اي سؤال في mental thinking او تفكير زي ما قلنا بشكل بسيط جدا. الكيرف ده اول ما انت بتشوفه طبعا بتفتكر الاكس راي، لان الكيرف ده فعلا يخص الاكس راي which is produced from the college tube. يبقى الكيرف اللي احنا شايفينه ده كيرف بيوضح لي الاكس راي اللي بتتكون في كوليدج تيوب. ممتاز جدا. تعالوا نرسمها كده ونقول ازاي اقدر اشوف الكيرف ده واحلله تحليل بسيط وسريع جدا. تعال نبص اعزائي الطلاب، ده الكيرف اللي هو رسمه لي. دايما ابتدى يجيب لي اسئله كتيره في الكيرف ده بالذات. الكيرف بيبقى عامل كده، ده طبعا هنا الويف لينث وهنا الانتنستي زي ما احنا شايفين، وبيضحك عليا بشكل بسيط. هنبتدي نختار مجموعة ويف لينثس. اول ويف لينث هسميها A، تاني ويف لينث اللي هو عند الخط القصير ده هسميها B، تالت ويف لينث اللي هو عند الخط الطويل ده وهسميه C، رابع ويف لينث النقطة دي. طب كتير منكم هيقولوا لي ليه اخترت ال A وال B وال C بالذات وال D؟ هقول لهم ايوه، اولا احنا عارفين ان لما يجي لي جراف الاكس راي الخطين دول بيمثلوا لي اللاين اكس راي، لان احنا قلنا في اول محاضرتنا النهارده ان في نوعين من الاكس راي، نوع اسمه لاين ونوع اسمه كونتينوس اكس راي. في
في نوع اسمه لاين اكس ري ونوع اسمه الكونتينوس اكس ري. فبالنسبه لللاين اكس ري هما الاي والبي والسي، والكونتينوس اي ويف لينس تاني غير البي والسي، اي ويف لينس تاني غير البي والسي فهو كونتينوس اكس ري زي الاي والدي. طب اشمعنى انا اهتميت بالاي والدي بالذات؟ يبقى احنا قلنا البي والسي دول لاين اكس ري، اشمعنى انا اهتميت بالبي الاي والدي؟ هقول لك ببساطه، احنا خلاص عرفنا ان البي والسي دول ايه؟ لاين اكس ري. طب اشمعنى الاي والدي؟ هقول لك بشكل جميل جدا، الاي ده يعتبر كونتينوس والدي ده كونتينوس، بس الاي ده اقل ويف لينث موجود عندي، فبالتالي ده اعلى انرجي في الكونتينوس اكس ري، اعلى انرجي ممكن تطلع من الكوليدج تيوب. طب النقطه دي هقول لك النقطه دي اعلى ويف لينث في الكونتينوس اكس ري، فبالتالي دي اقل انرجي. انا اول ما اشوف الكيرف ده بهتم بالاربع نقط دول، الاي والبي والسي والدي. البي والسي عشان دول بيمثلوا لي اللاين اكس ري، اما الاي والدي بيمثلوا لي الكونتينوس اكس ري. بس الاي والدي دول كونتينوس اكس ري، بس الاي هي الكونتينوس اكس ري اللي عندها اقل ويف لينث فبالتالي اعلى انرجي. اما النقطه دي فدي بتمثل لي اعلى ويف لينث واقل انرجي، عشان لو قال لي عايز يحسب الماكسيمم انرجي which is emitted from the college tube اروح اختار له الويف لينث ايه. طب تعالى كده اعزائي الطلاب نرسم مع بعض الكيرف اللي هو جايبه لي في المساله ونبتدي نحلها بعد ما فهمنا الكيرف ده اهتم باني نقط فيه. تعالى نرسم مع بعض الكيرف ده تاني كده ونشوف هو عايز ايه. الكيرف ده عامل كده، وده طبعا بالنسبه للانتنستي وجايب لي ان البوينت دي 0.04، وطبعا الويف لينث هنا هيبقى بالنانوميتر وهيبقى دي ب 0.12 اللي هو اعلى ويف لينث، والنقطه دي اللي هي 0.08 دي اللي هي بتمثل لي اللاين اكس ري، وجايب لي الويف لينث ده مسميه ويف لينث 2 ويف لينث 1. هنلاحظ حاجه، ايه اللي احنا هنلاحظه؟ هنلاحظ ايه اعزائي الطلاب؟ هنلاحظ ان الويف لينث 2 اكبر، يعني لو هجيبها اقول جريتر زين ويف لينث 1 بس اكبر منه في ايه؟ في الانتنستي، في الشده، يعني شده ويف لينث 2 اكبر من شده ويف لينث 1. اما لو هنتكلم بالنسبه للويف لينس فهنبص نلاقي ان ويف لينس 1 اقل من ويف لينس، من حيث الويف لينس بقى يبقى ويف لينس 1 اصغر من ويف لينس 2. يبقى تلقائيا بالعقل كده هقول ان الانرجي اللي هتتولد في الويف لينس 1 اكبر من الانرجي اللي هتتولد عند ويف لينس 2 لانه اقل في الويف لينس. يبقى احنا لو اتكلمنا من حيث الانتنستي من حيث شده الاشعاع هيبقى ويف لينث 2 اطول في الشده، لان الشده هنا بتمثل لي الواي اكسس او الفيرتيكال بلين، بتمثل لي الفيرتيكال بلين. فبالملاحظه كده هتلاحظ ان ويف لينث 2 تبقى اطول من ويف لينث 1 من حيث الانتنستي. اما من حيث الويف لينث والانرجي فويف لينث 1 اصغر في الويف لينث من ويف لينث 2. بالنسبه بقى هنبص، طالما هنتكلم على الويف لينث نتكلم على الاكس اكسس، فقيمة ويف لينث 2 اكبر من قيمة ويف لينث ايه؟ 1. ومن حيث الانرجي العكس، الانرجي اللي هتنتج من ويف لينث 1 اكبر من الانرجي اللي هتنتج من ويف لينث 2. تعال نبص بقى على السؤال بقى اللي موجود عندنا على المونيتور ونبص نشوف هيقول لنا ايه. بيقول لي the shown figure illustrate the characteristic x-ray. characteristic x-ray اللي هو اللاين x-ray، لان قلنا كل واحد منهم ليه مجموعة اسماء. اللاين اكس ري بنقول عليه كاركترستيك او الهارد راديشن، فبالتالي لازم اعرف اسمائه كلها. والكونتينوس بقول عليه السوفت راديشن او البريكنج راديشن.
result of لما molybdenum target which result from the return of the target electron from N2 and N1 which of the following peaks يعني قصده which of the following wavelengths represent the which cause the transition from N2 to N1 ومين فيهم اللي بيمثل لي transition from N3 to N1 مين اللي بيمثل لي انتقال الالكترون من N2 لN1 ومين اللي بيمثل لي الانتقال من N3 لN1 من الواضح جدا ان N2 لN1 ده اللي انتقلت من الانرجي ليفل رقم 2 للانرجي ليفل رقم 1 ده هيديني اقل انرجي اما من N3 لN1 هيديني اعلى انرجي واحنا قلنا مين اللي هيحقق لي اقل انرجي اقل انرجي اللي هو عنده اعلى ويف لينث يبقى 7 المفروض هتديني اقل انرجي واعلى ويف لينث مش اعلى في الانتنستي لا اعلى في قيمه الويف لينث اللي هي ويف لينث رقم 2 اما في N3 تو N1 اللي هي 0.8 في الامتحان فهنا عايز ان انا ترانسيشن او الترانسميشن الانتقال ده يكون من الثيرد انرجي ليفل للفيرست هيديني اعلى انرجي يعني اقل ويف لينث اللي هو ويف لينث رقم ايه 1 يبقى احنا كده حليناها هتبقى 7 هي ويف لينث 2 لانه اقل انرجي و8 هتبقى ويف لينث 1 تعال ننتقل للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده سؤال من اهم الاسئله اللي موجوده عندنا ايه هو السؤال ده السؤال ده هو الخاص بالالترنيتنج كرنت قلنا لما يجيب لي كيرف خاص بالالترنيتنج كرنت مهم جدا السؤال ده لازم ادرسه عن طريق مجموعه اشكال او ان انا قلت اول ما يجي لي الكيرف ده بجري بهتم بحاجتين رئيسيتين ايه هما الحاجتين اللي انا بهتم بيهم تعال نبص قلناها قبل كده وهنكررها تاني اعزائي الطلاب الكيرف ده يكاد يكون هديه لما اشوفه اجري ابص على حاجتين بسرعه ايه هما الحاجتين اللي موجودين عندي دول اول حاجه وهكذا بقى لغايه الاخر مهما يكون الكيرف قد ايه وهنا المره دي جايب لي ما بين الكرنت انتنستي والتايم اول حاجه بجري ابص عليها هو الماكسيمم اي ام اف او الماكسيمم كرنت قيمه الماكسيمم كرنت بكام تاني حاجه بجري ابص عليها التايم او البريودك تايم اللي هو التايم اوف وان كومبليت سايكل باخد لفه كامله اللي هي بتتكون من 4 بالسز زي ما احنا كنا متعلمين ازاي نحسب الويفز فالبريودك تايم هو التايم اوف وان كومبليت سايكل اللي هو هنا في الرسمه دي النقطه دي بجري احسب البريودك تايم وبعد البريودك تايم بروح احسب الفريكوانسي اللي هي 1 على البريودك تايم يبقى اول حاجه بشوف مين هو البريودك تايم اول حاجه بحسب البريودك تايم تاني حاجه بعد ما بحسب البريودك تايم بروح احسب الفريكوانسي بعد ما بحسب الفريكوانسي تالت حاجه بحسب الاي ماكسيمم ممتاز جدا طب تعالوا ننتقل للسؤال بقى كده ونشوف هو مديني ايه تعالوا ننتقل للسؤال كده مع بعض ونشوف هو مديني ايه في السؤال اعزائي الطلاب السؤال جايب لي الجراف بتاع الاي سي كارنت الكيرف واضح جدا لو بصينا للكيرف ده هلاقي عندي ان الاي ماكسيمم زي ما احنا قلنا ب 2 امبير والبريودك تايم 0.04 سكند يبقى دول اول حاجتين قلنا بنجري نحسبهم ان الاي ماكسيمم بتساوي 2 امبير والبريودك تايم بيساوي 0.04 سكند بيقول لي ان ذا فولوينج فيجر شو ذا او ذا فولوينج فيجر شو ذا ريليشن بتوين ذا بروديوسد current intensity from a dynamo its square resistance is 10 ohm and the time of rotation of its coil is t find the following values
قلنا بسرعه على طول اروح جاري على الورقه اكتب الجيفنز قبل ما احل اي حاجه، اجري بسرعه اكتب كده الجيفنز. اول حاجه معايا ان اي ماكس طلعناها بقد ايه؟ اي ماكس عندي طلعت ب2 امبير، ادي اول حاجه عندي. اول حاجه عندي ايه؟ اي ماكس ب2 امبير. تاني حاجه البريودك تايم طلع عندي ب0.04 سكند، 0.04 سكند. دي هديه يعني، اجري على طول اروح احسب الفريكوانسي اللي هي هتبقى 1 على البريودك تايم، يعني 1 على 0.04، اذا الفريكوانسي بتساوي كام؟ 100 ديفايدد 4 اللي هي 25 هرتز. يبقى انا جيت جبت الاي ماكسيمم، جبت البريودك تايم، وجبت الفريكوانسي. تالت حاجه الريزيستنس، هو مديني ان الريزيستنس 10 اوم. يبقى انا كده بقى معايا اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات اللي معاك؟ معاك الماكسيمم كرنت، ومعايا الفريكوانسي، ودول اهم حاجات انا بحتاجهم ب 25 هرتز، ومعايا الريزيستنس ب 10 اوم. بقى معايا الثلاث حاجات المهمين دول. تعالى ننتقل بقى للنقط اللي هو عايزها. تعالوا نقرا هو عايز ايه في السؤال. تعالى نبص كده مع بعض. اول حاجه في السؤال عايزه ان الافكتيف فاليو اوف ذا الترنيتنج كارنت، عايز قيمه الافكتيف فاليو اوف ذا الترنيتنج كارنت. تاني حاجه ذا افكتيف فاليو اوف ذا جنريتد الكترو موتيف فورس. ثالث حاجة ذا انجولار فيلوستي. رابع حاجة ذا ماجنتيك فلوكس دينستي اف ذا نمبر اوف تيرنز اوف ذا كويل از 100 اند اتس كروس سكشنال اريا از 20 سنتيمتر سكوير. يبقى نقرا المطلوبات تاني مني، او الحاجات اللي هو عايزها. اول حاجة هو عايز الافكتيف فاليو اوف ذا الترنيتنج كرنت، قيمة الافكتيف فاليو بتاعت الالترنيتنج كرنت، وعايز الافكتيف فاليو اوف ذا الكتروموتيف فورس. بس كده؟ لا، وعايز الانجولار فيلوستي. ورابع حاجه عايز الماجنتيك فلوكس دينستي اف ذا نمبر اوف تيرنز اوف اتس كويل از 100 تيرنز اند اتس كروس سكشنال اريا از 20 سنتيمتر سكوير. تعالوا نكتب بقى الجيفنز دي كده مع بعض. يلا كده اعزائي الطلاب نكتبها. يبقى هو اول حاجه عايز مني ايه؟ الاي افكتيف. هقول له سهل، الاي افكتيف اعزائي الطلاب بتساوي ايه؟ اي ماكس في ساين سيتا اللي هي ساين 45، يعني سيتا هنا بتبقى 45. يعني من الاخر الاي افكتيف هتساوي ايه؟ هتساوي 2 تايمز ساين 45. ومهما بقى تكون القيمة اللي هي تطلع 1.4 تقريبا، مهما تكون القيمة قد ايه مش هتفرق معانا، او نقدر نقول هي هتبقى 1.4 امبير. تاني حاجة عايز الافكتيف فاليو بس بتاعت الاي ام اف. هقول له سهل، انت عايز الفي افكتيف. طب ما انا معايا الاي افكتيف ومعايا الار، يبقى اي افكتيف تايمز الريزيستنس، يعني 1.414 تايمز 10 هيديني كام؟ 14.14 فولت. وبقى انا كده حسبت لك الفي افكت. تالت حاجه عايز الانجولار فيلوستي اللي هي الاوميجا، الانجولار فيلوستي اللي هي 2 باي اف، 2 باي في الفريكوانسي، يعني 2 باي تايمز 25 اللي هي تطلع 50 في الباي اللي هي 3.14، ونشوف بقى بعد كده هتطلع بكام. عايز الماجنتيك فلوكس دينستي، عايز البي. هقول له بشكل بسيط انت عايز البي. تعالى نحسب الفي ماكس الاول. طب اعزائي الطلاب هيقولوا لي ايه فايده الفي ماكس في الموضوع؟ هنعرف دلوقتي. ان انا اضرب الاي ماكس في
في الريزيستنس اللي هي 2 تايمز 10 اذا 20 فولت. يبقى انا جبت الفي ماكس ب 20 فولت. خلاص بقى ابتدي اعوض في القانون عندي. ازاي نعوض في القانون؟ تعالوا نبص مع بعض. انا عايز الفي ماكس، حد يفكرني بالماكسيمم فاليو اوف ذا فولتج بيساوي ايه؟ ان بي في الاي في الاوميجا، وانا عايز دي. ومعايا بقى كل حاجه، الفي ماكس احنا حسبناها ب 20، النمبر اوف تيرنز هو كاتب لي ب 100، البي ده الانون اللي عندي، الاي ب 20 اروح ضربها في 10 باور نيجاتيف 4 لانها بالسنتيمتر سكوير، والفريكونسي اللي هي الانجلر فيلوستي اللي هي ب 20 اللي هي ب 50 باي. يبقى انا لو عايز البي هتبقى 200 ديفايدد 100 تايمز 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز 50 باي، واشوف بقى قيمتها في الاخر هتطلع بكام، وابقى انا كده ايه قدرت احلها. طب شيء سهل جدا وبسيط جدا، وبنأكد اعزائي الطلاب ان احنا كل اسئلتنا اللي جايبينها بنحلها خلال المراجعه النهائيه دي هي اسئله امتحانات. ما بنبالغش، ما بنجيبش الاسئله الغريبة اللي فيها تأليف بزيادة، لا احنا بنجيب الأسئلة اللي عليك في المنهج الطبيعية اللي انت لازم تدرب نفسك عليها، اللي هي ما بتخرجش بره نماذج الوزارة أو الامتحانات السابقة، مش عايزين أكتر من كده، أو كتاب المدرسة طبعا. فبالتالي درب نفسك على المسائل والأفكار المعتادة اللي بنشوفها في كتاب الوزارة والنماذج اللي بتنزلها الوزارة ودليل التقويم. دي الأسئلة اللي هتقابل زيها في الامتحان. أعزائي الطلاب ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده جايب لي دايجرام، جايب لي دايجرام في إلكتريك سيركت. إلكتريك سيركت دي فيها كاباستور متوصل بهوت واير أميتر ومتوصلة بكي ومتوصلة ببتري. أول حاجة بيقول لي the potential difference of plate، قصده طبعا التو بليتس بتاعت الكاباستور، اني بليت، بليت اي ولا بليت بي. ذا بوتنشال ديفرنس اوف بليت نقط رايزز جادول، يعني بتبتدي تزيد بالتدريج. والبوتنشال ديفرنس بتاع اني بليت دي بوينت 2 لورز جادول، بتبتدي تقل بالتدريج. طبعا مش محتاجه تفكير، احنا طبعا قلنا ان البليتس دايما بتاخد الفولتج بتاع الباتري which face it، يعني بليت A اللي في الكاباستور متوصلة بالبوستيف الكترود الخاص بالباتري، اما بليت B متوصلة بالنيجاتيف الكترود الخاص بالباتري. فهنقدر نقول ان بليت A هيكتب عليه، بليت A هيكتب عليه بوستيف تشارج، اما بليت B هيكتب عليه نيجاتيف اتشارج لانه متوصل بالنيجاتيف. فبالتالي اكيد طالما A بوزيتيف وB نيجاتيف يبقى الفولتج عند A اعلى من B. فبالتالي نمبر 1 ذا بوتنشال اوف بليت A رايزز جرادولي، الفولتج بتاعه يبتدي يزيد بالتدريج. اما البوتنشال ديفرنس اوف بليت B لورز جرادولي، هيبتدي يقل بالتدريج لانه هيتكتب عليه نيجاتيف اتشارج. طب ذا اميتر ريدنج وين ذا كاباستور از فول تشارجد، يا ترى ايه هي قرايه الاميتر لما الكاباستور يكون اتشحن؟ طبعا احنا عارفين ان الكاباستور ده بيبقى ليه حاجه اسمها كاباستيف رياكتنس، بتقاوم الانكريسنج ان ذا انتنسيتي اوف ذا كرنت، بتقاوم زياده الكهرباء في السيركت لانه بيتشحن وبيكون لي تو بولز عكس الباتري اللي هي عملت له تشارجنج. فبالتالي الاميتر ريدنج والبي ايكوال زيرو، اول ما الكاباستور يتشحن يبقى الفولتج عند الكاباستور بيساوي الفولتج عند الباتري، فبالتالي مفيش كهربا هتمشي في الهوت واير اميتر خالص او في السيركت ككل. طب فور وين يو ريبليس ا باتري وذ اي سي سورس، ذا بوتنشال ديفرنس بتوين ذا كاباستور بليتس will have the same phase with، سؤال مهم جدا، لما اشيل الباتري واحط اي سي سورس، فكده بقى الكاباستور هيعمل تشارجنج وديس تشارجنج.
بيقول لي البوتنشال ديفرنس بتوين ذا كاباستور بليتس هيبقى عنده نفس الفيز مع مين؟ اكيد مش الكرنت. طب مين اللي هيبقى سابق؟ دي من الواضح انها سي سيركت عاديه، دي تعتبر سي سيركت عاديه، فنقدر نقول ان الكرنت ليدز ذا فولتج باي انجل 90. ولو افترضنا ان الهوت واير اميتر ليه ريزيستنس وبقت ار سي، ساعتها نقدر نقول ان الكرنت برضه هيبقى ليدز ذا فولتج، بس مش شرط يبقى انجل 90، ممكن اي انجل عاديه، وبنحسبها من قانون تاني الثيتا. يبقى هنا الكرنت ليدز ذا فولتج، فما ينفعش اقول له ويز ذا كرنت. طب يا ترى الفولتج عند الكاباستور بيكون هاف ذا سيم فيز ويز مين؟ ويز ذا فولتج اكروس ذا اي سي سورس. تمام اعزائي الطلاب؟ تمام جدا. تعالوا ننتقل، او التوتال فولتج، تعالوا ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال برضه بيعتمد على التشوز وبسيط جدا، والافكار اللي فيه سهله جدا. تعالوا ننتقل ونقراها مع بعض ونشوف يا ترى هنحلها ازاي. السؤال الاول بيقول لي the emission of electrons from a metal surface when low intensity incident on it according to the classical model depend on. يا ترى الاميشن اوف الكترونز او الفوتو الكتريك كارنت اللي هيتولد من ميتال سيرفيس لما لو لايت انتنستي فول اون ات. وخد بالك من لو لايت انتنستي، لو لايت انتنستي اون ات according to the classical model. بص هنا بيلخبطني، بيتكلم على الكلاسيكال مش على المودرن عشان ما نتلخبطش. depend on the frequency of the incident light regardless to its intensity، ولا ال intensity of the incident light regardless to its frequency، ولا surface exposed time to light regardless of its frequency and intensity. يا ترى بيعتمد على مين؟ ها أعزائي الطلاب، السؤال ده فيه تفكير مهم جدا. هنقدر نقول هنا أعزائي الطلاب بالنسبة للمودرن الإميشن أوف ذا إلكترون بيعتمد على الفريكونسي. يبقى نمبر 1 ده لو كان بيقول لي اتكلم من حيث المودرن هقول له ديبند أوف ذا فريكونسي أوف ذا إنسيدنت لايت. أما نمبر بي الإنتنسي، وده كلام الكلاسيكال موديل of the incident lights regardless to its frequency، بس فوق كاتب لي low light intensity، يعني الانتنستي بتاعت الضوء ضعيفة جدا، فما اقدرش اختار الانتنستي لان الانتنستي هنا مش عامل متغير. هو قال لي ان الانتنستي قليلة جدا مش كافية تهرب الكترونات. يبقى بتعتمد على ايه؟ the time of exposing the metal surface to the lights، الزمن اللي بياخده الميتال سيرفيس او الزمن اللي بيتعرض فيه الميتال سيرفيس للايه؟ لللايت. بيعتمد على الزمن اللي بيتعرض فيه الميتال سيرفيس لللايت، لان الكلاسيكال فيزيكس قالت لي ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات اللي قالتهم لي الكلاسيكال فيزيكس؟ قالت لي ان الاميشن اوف ذا فوتو الكترونز ديبند اون 1 ذا انتنستي اوف ذا فولينج لايت، and by increasing the intensity of the falling light the kinetic energy of the emitted electron will be increased also. Number 3 even if the intensity of the light is not high the metal surface will take its time for collecting the energy needed to escape the electron. حتى لو الانتنستي ضعيفة المتال سيرفيس هياخد وقت ويخزن الانرجي دي لغاية ما يوصل للقيمة اللي هو عايزها ويبتدي يهرب الالكترونز. وهنا بيقول لي low intensity، low intensity يعني الشدة ضعيفة جدا، فبالتالي بيعتمد على الوقت اللي اتعرض ليه الميتال سيرفيس للايه؟ لللايت. طب point number B او number 2 in the choose question، تعالوا نشوفها مع بعض. بيقول لي in the opposite figure the source voltage equal. تعالوا نرسمها ونحلها، سؤال بسيط وسهل. جايب لي ريزيستنس وكويل،
يعني ايه ال سي سيركت، ايه ال ار سيركت، متوصلين بإيه اي سي سورس، بحيث ان هنا الفولتج 64 فولت، اما الفولتج هنا ب 48 فولت، وده طبعا ال وده ار. فنقدر نقول ان ده الفي ار وده الفي ال. فانا لو عايز احسب التوتال فولتج، خلي بالك احنا هنا بنتكلم على اي سي سيركت، فهتبقى في ار سكوير بلس في ال سكوير، يعني 64 سكوير بلس 48 سكوير اندر ذا سكوير روت. وبعد ما احسبها بعد كده احسبها واشوف هتطلع القيمه كام، وهو ده يبقى الانسر اللي هو ايه عايزه اعزائي الطلاب. تعالوا ننتقل لسؤال تاني من اسئلتنا اللي محضرينها ليكم مع بعض. تعال نشوف المونيتور البوينت اللي بعد كده بتتكلم عن ايه. يلا كده اعزائي الطلاب، بعد كده بيقول لي ان ذا هيليوم نيون ليزر ذا ستيميوليتد ايميشن فوتونز ار ايميتد فروم نيونز اتوم ديو تو ريلاكس فروم ميتا ستيبل ستيت تو ستيت نمبر. ايوه، في الهيليوم نيون ليزر الاستيموليتد ايميشن بيحصل لما النيون اتومز تنزل من انرجي ليفل 2 لانرجي ليفل 1، وقلنا بتطلع في منطقه الفيزابل لايت. 4 ذا دايركشن اوف ذا perpendicular magnetic dipole moment on the area of the coil is determined by the rule right hand screw rule. تمام جدا وسهل جدا اعزائي الطلاب، ما فيهاش اي مشاكل. يبقى احنا اخر واحده تبقى رايت هاند سكوير رول، وقلنا ده الديفينيشن بتاع الماجنتيك دايبول مومنت. قلنا هو فيكتور كوانتيتي ايمينيتنج فروم ذا نورث بول اوف ذا كويل ويتش اوبي ذا دايركشن اوف سكرو رايت هاند رول. اعزائي الطلاب هنطلع فاصل بسيط ونرجع مع بعض مره اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا أعزائي الطلاب مرة أخرى بعد الفاصل. أعزائي الطلاب هنكمل أسئلتنا بإذن الله اللي محضرينها لكم. الأسئلة اللي جاية أسئلة ممتعة وجميلة جدا، وبرضو زي ما قلنا أسئلة امتحانات، وكلها قلنا إيه من نوع امتحانات البوكلت. تمام، تعالوا نشوف محضرين لكم إيه. السؤال ده مهم جدا، بيقول لي which graph represent AC source connected to ورسم لي 3 graphs. يبقى هو جايب لي 3 graphs على المونيتور. تعالوا نبص كده، جايب لي 3 graphs ما بين الكرنت انتنستي والفولتج. الجراف اللي هو بالريد كلر ده بيمثل لي الانتنستي، اما الجراف اللي بالبلاك كلر ده بيمثل لي الفولتج. وجايب لي 3 graphs، يا ريت تبصوا عليها كويس جدا. بص كده بعينيك وشوف الجراف كده بشكل بسيط جدا. في الجراف الاولاني من الواضح ان الانتنستي اللي هو اول واحد على الشمال، من الواضح الانتنستي سابق الفولتج وسابقه بانجل 90، لان لما الفولتج كان بزيرو كان الانتنستي عند 90%، كان واصل عند او واصل لزاويه 90 انجل 90 او الماكسيمم فاليو. يبقى لما الانتنستي كان الفولتج لما كان بزيرو كان الانتنستي واصل للماكسيمم فاليو. فنقدر على الجراف الاولاني كده نسجل، يلا سجلوا المعلومات دي معايا. الجراف اللي موجود على الشمال الانتنستي سابقه الفولتج وسابقاها باي انجل 90. عرفنا منين؟ لما الفولتج كان بزيرو كان الانتنستي وصل للماكسيمم فاليو. طب ننتقل للجراف اللي في النص، يا ترى مين اللي سابق مين؟ اعزائي الطلاب كده بصوا للجراف كده وفكروا، خدوا وقتكم. لو بصينا للجراف اللي في النص هنلاقي لا، هنا بقى الفولتج السابق. الفولتج عندي ايه؟ اللي سابق الكرنت، بس سابقه بزاويه مش 90، سابقه بزاويه مش ايه؟ مش 90.
يبقى في الثانيه بقى الفولتج ليدز ذا كرنت بس مش بانجل 90. طب في الجراف الاخير من الواضح ان الفولتج والكرنت انتنسيتي هاف ذا سيم فيز، مفيش حد سابق حد، يبقى في نمبر 1 الكرنت انتنسيتي ليدز ذا فولتج، نمبر 2 الفولتج ليدز ذا كرنت انتنسيتي، نمبر 3 بوث اوف ذيم هاف ذا سيم فيز. طب فين السؤال بقى بعد ما جاب لي الثلاث جرافات؟ بيقول لي ويتش جراف ريبريزنت اي سي سورس كونكتد تو اوميك ريزيستنس اونلي. مين من الجرافات دي بيمثل لي اي سي سيركت بتحتوي على اوميك ريزيستنس بس؟ هل 1 ولا 2 ولا 3؟ مين من الثلاث جرافات اللي بيمثل لي اي سي سيركت متوصله باوميك ريزيستنس بس؟ تمام اعزائي الطلاب، من الواضح طبعا ان انا في حاله الاوميك ريزيستنس الفولتج والكرنت بيبقى عندهم نفس الفيز، يبقى اكيد هي هتبقى الدروينج او الجراف نمبر 3. يبقى نقدر نقول الجراف نمبر 3 ريبريزنت ذا اي سي سيركت كونتينز اوميك ريزيستنس اونلي. طب كاباستور اونلي، كاباستور اونلي يبقى الكاباستور احنا عارفين ان الكرنت ليدز ذا فولتج باي انجل 90، يبقى في الكاباستور بس الكرنت ليدز ذا فولتج باي انجل 90، يبقى انا جراف في الثلاثه اكيد الجراف نمبر 1، جراف رقم 1. اندكتيف كويل اند ريزيستور، مين الجراف اللي موجود فيه اندكتيف كويل وريزيستور؟ يا ترى مين اعزائي الطلاب؟ اندكتيف كويل لو كان اندكتيف كويل بس كان الكرنت ليدز ذا فولتج باي الفولتج قصدي ليدز ذا كرنت باي انجل 90. طب لو اندكتيف كويل وريزيستور ساعتها برضه الفولتج هيعمل ليدز ذا كرنت بس بانجل ليس ذان 90، ساعتها الفولتج هيغلب الكرنت بس بانجل ايه؟ اقل من 90. يبقى اختار اني جراف؟ يبقى هنا في الرسمه دي هنقول الفولتج ليدز ذا كرنت بات باي ان انجل ليس ذان 90 او نوت ايكوال 90، مهما تكون بقى قيمتها ايه مش فارقه معايا، معلش مش فارقه معايا قيمتها كام، بس هي مش هتبقى ب 90 بس الفولتج يبقى سابق الكرنت، يبقى هتبقى اني دروينج؟ هي دروينج نمبر 2. طب تالت دروينج بيقول لي ار ال سي سيركت، مش اي ال سي، معلش، ار ال سي سيركت از ذا ريزونانس كيس، ار ال سي سيركت ات ذا ريزونانس كيس، يبقى بنتكلم على ار ال سي سيركت بس بتكون في حاله الريزونانس، ار ال سي سيركت ات ريزونانس كيس. اه طبعا دي هتبقى الجراف رقم 3، لان طالما انا في حاله الريزونانس الاكس ال قد الاكس سي فبيكنسلوا بعض والفولتج والكرنت بيبقوا هاف ذا سيم فيز، مفيش حد سابق التاني. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعده ده، السؤال اللي بعده ده سؤال مهم جدا، جايب لي ذا فولوينج فيجر شو ا ماجنتيك فيلد اكت بيربنديكولار انتو ذا بيج دايركشن اس شون. يبقى جايب لي ان في ماجنتيك فيلد اتجاه تاثيره انتو ذا بيج، حتى هو عامل لي علامات اكس، يبقى في ماجنتيك فيلد بيأثر انتو ذا بيج as shown، then show the direction of the magnetic force act on a wire carrying current intensity اللي هو اول خط فوق خالص، wire carrying current intensity perpendicular to the magnetic field as shown in the following figure. يبقى هو بشكل بسيط جدا تعالوا نرسمها، هو جايب لي ايه اعزائي الطلاب؟ جايب لي واير، الواير اتجاه حركته كده، وجايب لي اكس، اكس ده اللي هو اتجاه الماجنتيك فيلد انتو ذا بيبر وهكذا،
وعايز يعرف اتجاه الماجنتيك فورس فهنطبق طبعا فيلمنج ليفت هاند رول. طالما انت بتقول لي هات لي اتجاه الماجنتيك فورس هستخدم ايه؟ فيلمنج ليفت هاند رول اللي هي اف بي اي. اف بي اي فورس ماجنتيك فيلد اند كرنت انتنسيتي. هو بيقول لي الماجنتيك فيلد انتو ذا بيج والكرنت توارد الزرايط. احنا قلنا ده اف وده بي وده اي، يبقى الماجنتيك فيلد انتو ذا بيج والكرنت تو ذا رايت، يبقى الماجنتيك فورس هتبقى ابورد دايركشن، يبقى اتجاه الماجنتيك فورس هتبقى لفوق. وكده يبقى احنا جاوبنا على اول واحد، هنقول له ابورد ان ذا دايركشن اوف ابورد او ابورد ذا بيج، اعلى الصفحه. يبقى كده جاوبنا على بوينت 1. تاني حاجه بقى بيقول لي ايه؟ عايز برضو اتجاه الماجنتيك فورس وان بيم اوف بروتونز، وده اللي هو الخط الثاني الشادد لاين رقم 2 مش اللي فوق اللي تحته، عباره عن بيم اوف بروتونز موفينج اون ذا بيربنديكولار تو ذا ماجنتيك فيلد اس شون ان ذا فيجر. تاني خط بقى جايب لي ايه؟ بيم اوف بروتونز بتتحرك في الاتجاه ده. خد بالك ان اتجاه الكرنت او الكونفنشنال كرنت احنا بنعتبره بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني الكرنت بنعتبر اتجاهه مش عكس، مش في اتجاه الالكترونز النيجاتيف، لا ده عكس اتجاه النيجاتيف يعني في اتجاه البوزيتيف. فبالتالي هنعتبر ان حركه البروتونز هي نفس او اتجاه البوزيتيف بروتونز هو نفس اتجاه الالكتريك كرنت انتنسيتي، فبرضه هيبقى هيتعامل زيه زي الكرنت انتنسيتي العادي، وهنقدر نقول ان الماجنتيك فورس هتبقى upward the page. طب تالت نقطة بقى، تالت نقطة اعزائي الطلاب بيقول لي عايز احسب الـ direction of the magnetic force on a beam of electrons moving perpendicular to the magnetic field as shown in the figure. بيفترض بقى ان في بيم اوف الكترونز، وبرضه بيتاثر بنفس الماجنتيك فيلد، يا ترى فين اتجاه الماجنتيك فورس؟ خد بالك احنا قلنا احنا بنتكلم على حاجه اسمها conventional current. الكونفنشنال كارنت بيقول ان الكارنت بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني عكس حركه اتجاه الالكترونز. يعني لو الالكترونز ماشيين ناحيه الرايت ذا بيج، الالكتريك كارنت يمشي تو ذا ليفت، يمشي ناحيه الشمال. يبقى لو الالكترون جاي يمين هو يمشي ناحيه الشمال، فاحنا بنقول الالكترون جايين ناحيه اليمين يبقى الكارنت جاي الناحيه الثانيه، يبقى احنا هنعتبر ان الكارنت جاي العكس. بقى هنا في الحاله الثالثه هنعتبر ان الكارنت جاي العكس، ونرجع نطبق فيلمنج الماجنتيك فيلد انتو ذا بيج والكرنت جاي للليفت، يبقى الفورس هتبقى ناحيه الايه؟ داون وورد، يعني عكس اللي فوق. هنعتبر الماجنتيك فورس المره دي بقى داون وورد لانها عكس اتجاه الكرنت، لان احنا قلنا اتجاه الكرنت دايما بيبقى عكس الالكترون، فالالكترون ماشيه كده يبقى الكرنت جاي الايه؟ العكس، فالفورس اتجاهها هيتغير وهينزل لتحت. يبقى فهمنا من هنا اعزائي الطلاب ان حركه الكرنت عامه بتبقى، او حركه البروتونز بتبقى هي نفس حركه اتجاه الكرنت، عكسها حركه الالكترون بيبقى عكسها. عشان كده قلنا في مفهوم ان هو اسمه الكتريك كرنت، اللي هو كرنت موفز فروم ذا بوزيتيف بول اوف ذا باتري تو ذا نيجاتيف بول او كونفنشنال كرنت. طب سؤال مهم جدا تاني اعزائي الطلاب، سؤال عبارة عن سيركت عادية جدا، ده برضو سؤال منتال ممكن تحله ببساطة وسهولة من غير ما تستخدم ورقة وقلم، بس برضو احنا هنحله بالاتنين، هنحله بالتفكير وهن بعد كده هنجيبه بالورقة والقلم، بس هو سهل مش محتاج. تعال نشوفه كده مع بعض. In the following figure the reading of voltmeter V1 is 2 volt. يبقى هو جايب لي زي ما احنا شايفين تو برانشز، البرانشز اللي فوق فيها 2 ريزيستور قيمة كل واحدة 2 اوم، وبرانش تحت في مقاومة واحدة مقدارها 2 اوم، وجايب لي البرانش اللي فوق
ال 2 اوم، واحده من التو ريزيستنس متوصله في فولتميتر في 1 اللي هو بيقرا 2 فولت، واللي تحت متوصله بفولتج او فولتميتر اسمه في 2، وهو عايز الريدنج بتاع فولتميتر في 2 ده لو في 1 ب 2 فولت. تعالوا نرسمها مع بعض، تعالوا نبص كده مع بعض نشوف رسمتها. وهنا حاطط ريزيستور وهنا ريزيستور تاني، دي 2 اوم ودي 2 اوم، واللي تحت دي هنا موصلين فولتميتر اسمه في 1 وهنا فولتميتر في 2، وبيقول لي فايند في 2، عايزك توجد لي في 2. وقايل لي ان في 1 ب 2 فولت. تمام اعزائي الطلاب، وعايز في 2. هنقول له ببساطه جدا التو ريزيستورز دول الاثنين قيمتهم ثابته والكرنت اللي ماشي فيهم اكيد واحد لانهم متوصلين سيريس، فلو الفولتج هنا ب 2 فولت يبقى اكيد الفولتج اللي هيأثر على دي ب 2 فولت. طب ليه؟ لان الاثنين الريزيستنس بتاعتهم ليها نفس الماجنتيود والفولت والكرنت اللي ماشي فيهم واحد لانهم متوصلين سيريس، يبقى اكيد الفولتج فيهم واحد. فلو ده 2 فولت هيبقى ده 2 فولت، يبقى الفولتج بتاع البرنش ده كله بكام؟ ب 4 فولت. يبقى انا لو عايز احسب الفولتج بتاع البرنش اللي فوق هيبقى 4 فولت، يبقى اكيد الفولتج بتاع البرانش اللي تحت برضو هيبقى ب 4 فولت لانهم متوصلين بارلل. لو الفرع اللي فوق ده كله ب 4 فولت يبقى الفرع اللي تحت اكيد هو التاني ب 4 ايه فولت لانهم متوصلين بارلل، يبقى الريدنج اوف فولتميتر 2 هيبقى 4 فولت. تمام اعزائي الطلاب، تعالوا ننتقل للسؤال اللي بعده في مراجعتنا النهارده. السؤال اللي بعده برضو سؤال تشوز بسيط جدا جميل جدا ما فيهوش اي مشاكل. تعال نشوف كده، ماجنتيك نيدل بوت بسايد واير، ذيس واير از كارينج ا كارنت. يبقى انا عندي ماجنتيك نيدل، الماجنتيك نيدل دي مالها؟ بوت بسايد واير، محطوطه جنب واير، الواير ده كارينج كارنت انتو ذا بيتش از شون ات بوينت اكس، واحنا مع اللي هو موضحينه بوينت اكس ان الكرنت انتو ذا بيتش، وجايبين ان النقطه اكس هي دي بتمثل لي الواير، هو بيربنديكولار تو ذا بيتش. كلام جميل، وحطينا جنبه ماجنتيك نيدل as shown in the figure، then the magnetic needle takes which position. يا ترى الماجنتيك نيدل دي هتاخد اني بوزيشن موجود عندي؟ تعالوا نرسمها كده مع بعض ونشوف. اول شكل بيقول لي الواير اكس، اكس ده يعني الواير بيربنديكولار على البيج، يعني الواير جاي كده على البيج بيربنديكولار، واتجاه الكهرباء انتو ذا بيج. وبيقول لي لو انا حطيت جنبه ماجنتيك نيدل، يا ترى الماجنتيك نيدل البوزيشن بتاعها هيبقى ازاي؟ هتبقى كده بحيث ان النورث بول هنا والساوث بول هنا، ولا هتبقى كده بحيث ان النورث بول فوق والساوث بول كده، ولا هتبقى بالشكل ده؟ يا ترى اني شكل موجود عندي؟ وهنا طبعا ثلاث احتمالات والكرنت في الثلاث حالات انتو ذا بيج. هقول لك بشكل بسيط عزيزي الطالب وشكل سهل جدا، هضطر اشغل امبير رايت هاند رول. لو الكرنت انتو ذا بيج يبقى الماجنتيك فيلد هيمشي كلوك وايز، يعني اتجاه الماجنتيك فيلد هنا كده. يبقى ده اتجاه الماجنتيك ايه؟ فيلد.
لان الكرنت لينك تو ذا بيج يبقى الماجنتيك فيلد قلنا امبير رايت هاند رول هيبقى ايه. وخلي بالك الماجنتيك فيلد ده احنا واخدين هو بيطلع من نورث ويروح للساوث، فيا ترى اني بوزيشن هيبقى مناسب؟ اكيد البوزيشن ده. ليه؟ لان الماجنتيك نيدل بترتب نفسها مع الاكسترنال ماجنتيك فيلد. الماجنتيك معلش هيبقى الماجنتيك نيدل بترتب نفسها مع اتجاه الماجنتيك فيلد. فاحنا بنتكلم ان الماجنتيك فيلد ماشي كده يبقى لازم هترتب نفسها معاه. يعني لو الماجنتيك فيلد مش كده هي كمان هترتب نفسها بحيث ان الماجنتيك فيلد بتاعها يبقى في ايه؟ اللي بيطلع من نورث للساوث في نفس اتجاه الماجنتيك فيلد بتاعت الواير مش عكسه. كده الماجنتيك فيلد احنا قلنا بيطلع من نورث للساوث واكيد مش دي. فاكيد هترتب نفسها بالشكل ده بحيث ان الماجنتيك فيلد اللي طالع من نيدل يبقى نفس اتجاه الماجنتيك فيلد اللي ناتج من الواير، يبقى هو الشكل الاخير. تمام اعزائي الطلاب، تعالوا ننتقل لسؤال تاني. مسألة كيرشوف in the following figure، وجايب لي جراف خاص بكيرشوف. دايرة الكيرشوف عادية جدا، يا ريت تبصوا لها كده. تمام هنبص كده مع بعض اعزائي الطلاب على الرسمة وهنرسمها مع بعض. يلا تعالوا مع بعض كده نبتدي نرسم كيرشوف سيركت اللي موجودة عندنا دي. السيركت عاملة بالشكل ده، شكل بسيط جدا على شكل ريكتانجولار شيب، بس هنلاحظ فيها شوية حاجات غريبة شوية. أول حاجة إن فيها كاباستور، الكاباستور ده 5 مايكرو فاراد، ومتوصل هنا عندي باتري ب 10 فولت. باتري عندي هنا ب 10 فولت وريزيستنس ب 3 اوم، وعندي ريزيستنس هنا ب 6 اوم، وفي واير قاطع ما بين النقطتين دول، وفي باتري هنا 4 فولت، وفي باتري هنا 12 فولت، وعندي اوميك ريزيستنس هنا 8 اوم. تمام، ومحدد لي كمان اتجاهات الكرنت. يعني ازاي؟ يعني هو قايل لي ان في كرنت هنا اسمه اي 3 وفي كرنت هنا اسمه اي 2، هو محدد لي اتجاهاته سايبني انا احدده، وكرنت هنا اسمه اي 1، وقايل لي ان في كرنت هنا اسمه اي 4، واي 4 ده بزيرو ملوش اي لازمه طبعا. ما الكاباستور لما بيتحط في واير معين في الاخر بيقضي على الكرنت انتنستي اللي فيه. اول حاجه هروح انا مسمي اجزاء السيركت A B C D E F. سميت اجزاء السيركت A B C D E F زي ما احنا عارفين. تعال نشوف بقى على المساله طالب مني ايه. في المساله طالب مني، تعال نبص للرسمه مره ثانيه ونشوف الحاجات اللي طالبها. طالب ان انا اجيب الفاليو اوف اي 1 واي 2 واي 3، ممتاز جدا. طالب ايه كمان؟ طالب الفاليو اوف ذا تشارج اكيوموليتد اون ذا كاباستور بليت، عايز اللي تشارج اكيوموليتد ان ذا كاباستور بليت. تعالوا نحل الجزء الاول ونرجع نحل الجزء الثاني. الجزء الاول عايزني احسب قيمه اي 1 واي 2 واي 3، هبتدي اقول له مفيش مشاكل. تعالى نمسك نود سي، هنمسك النود سي وتعالوا نبتدي نوزع الاشارات. هيبقى ده ماينس ده بلس ده ماينس ده بلس ده ماينس ده بلس، وبالنسبه لاشارات الريزيستور هيبقى بلس ماينس بلس وماينس عشان الكرنت داخل من هنا وخارج من هنا، وهنا مفيش اشاره طبعا لان هنا مفيش كرنت اصلا. فهنبتدي نمسك نوت سي، هنلاحظ ان اي 1 اي 3 اللي هو ده اي 3 خارج من النود، واي 2 داخل لها، واي 1 خارج منها. يعني انا اقدر اقول هنا في النوت سي ايه؟ هقدر اقول له ان اي 3
واي 1 دول خارجين من نود واي 2 داخل للنود. يعني اقدر اقول له ان اي 2 ايكوال اي 1 بلس اي 3، وممكن اعدلها انها تبقى زيرو ايكويجن، فهنسيب مساحه لو احتاجنا نعدلها زيرو ايكويجن. بعد كده هنمسك لوب معينه، وليكن اي سي دي اي، لاني هبتدي من الاي وهرجع للاي، فهبتدي امشي من الاي للسي وبعد كده من السي للدي ومن الدي للاي. اول حاجه قابلتني هنا ماينس 12، مفيش اي حاجه قابلتني تاني ماينس 12. تاني حاجه قابلتني من السي للدي بوزيتيف 6 اي 1 ايكوال 0، مفيش حاجه تاني في الدايره موجوده. يبقى اول حاجه هتقابلني وانا ماشي من الاي للسي هي ماينس 12، وبعد كده بوزيتيف 6 اي 1. هنعدلها طبعا 6 اي 1 equal 12، يعني I1 equal كام؟ 2 أمبير. ودي أول حاجة قدرنا نوصل لها، إن I1 بيساوي 2 أمبير. ممتاز جدا، كده خلصنا اللوب الأولانية. نمسك اللوب التانية اللي هي A B C A A B C A، وهنبتدي برضو نتحرك من الاي ونرجع للاي. فهنمشي كده اهو، اول حاجه هتقابلنا ماينس 8 اي 3 ماينس 8 اي 3، بعد كده بوزيتيف 4، وبعد كده بوزيتيف 12. يبقى تاني هنمشي اهو مع بعض، ماينس 8 اي 3 بوزيتيف 4 بوزيتيف 12. يعني اقدر اقول ان ماينس 8 اي 3 ايكوال 4 بلس 12 16، هبعتهم الناحيه الثانيه بالماينس هيبقى ماينس 16. يبقى اقدر اقول ان اي 3 برضو بتساوي ايه؟ 2 امبير. طب انا كده حسبت اي 3 كمان، بقى معايا اي 1، بقى معايا اي 1 وبقى معايا ايه؟ اي 3 كمان، ده ب 2 وده ب 2. يبقى خلاص سهل بقى اجيب ايه؟ سهل اجيب اي 2، ما هو اي 2 بتساوي اي 1 بلس اي 3. اقدر اقول له كمان اي 2 بكام؟ كده ده بلس ده يعني 4 امبير. يبقى انا قدرت احسب كمان اي 2، جبت له الثلاث حاجات اللي هو عايزه. يبقى انا كده حققت الجزء الاولاني، ان اي 1 ب 2 امبير واي 3 ب 2 امبير واي 2 ب 4 امبير. بعد كده هو عايز التشارجز اكيوميليتد اون ذا كاباستور، عايز الكيو اللي بتتكون عند الكاباستور بليت. طب دي هنعملها ازاي؟ احنا كده وصلنا للجزء الاول، ان اي 1 ب 2 امبير واي 3 ب 2 امبير واي 4 عندنا واي 3 اي 3 عندنا ب 4 امبير. نرجع للدروينج تاني ونشوف بقى هنعمل ايه. تعال نبص للرسمه تاني اعزائي الطلاب ونشوف هنعمل ايه. احنا دلوقتي ايه الحاجات اللي معانا دلوقتي؟ انا دلوقتي بقى معايا ان اي 1 ب 2 امبير واي 3 ب 2 امبير واي 4 اي 2 اي معلش هنا 2 اللي ب 2 امبير واي 3 ب 4 امبير. ده الحاجات اللي معايا، يبقى ده ب 2 وده ب 2 وده بايه؟ ب 4. ممتاز جدا، مفيش اي مشاكل. طب احنا لغايه دلوقتي مفيش اي مشاكل، تعالوا بقى نتكلم على الكاباستور. هو عايز يحسب التشارج اللي موجود على الكاباستور. احنا عارفين ان الكاباستنس بتساوي كيو على الدلتا في، فهو عايز الكيو. يبقى عشان اجيب الكيو لازم السي مضروبه في البوتنشال ديفرنس اكروس ذا فولتج اوف ذا كاباستور، اللي هنسميها في سي، اللي هو الفولتج بتاع الكاباستور.
انا معايا السي اللي هي 5 مايكرو فاراد، فاضل اجيب الفولتج عند الكاباستور. هنبتدي نحط له اشارات نيجاتيف بوزيتيف او بوزيتيف نيجاتيف، مش هتفرق لان انا مش عارف بالظبط اشاراته هتبقى موجوده ازاي. هتقول لي ما هو في كذا باتري عندي ممكن يكون بيتشحن من اي واحده، لو كانت باتري واحده كان سهل احدد، لكن لو اكتر من باتري انا ممكن احط له اشارات مختلفه، لكن الفرق بس هي تطلع بنفس الماجنتيود لكن الدايركشن هو اللي هيختلف. انا حطيتها نيجاتيف بوزيتيف ليه؟ اقرب لاقرب باتري متوصله بيه، بس ممكن يكون افتراضي ايه غلط، ممكن يكون افتراضي ايه صح. وهنبتدي نمسك لوب معين، اي لوب بقى نختاره ونشتغل كيرشوف عادي اللي هو دي سي اي اف. يبقى هنمسك لوب دي سي اف اي دي ونبتدي نطبق، نمشي مع بعض من اول الدي. اول حاجة هتقابلنا ماينس 6i1، ادي اول حاجة قابلتنا. بعد كده بوزيتيف 10، بعد كده 3i4 واي4 بزيرو اصلا، فما فيش كارنت مش هنا، ما فيش فولتج عند المقاومة دي. وبعد كده هيبقى ماينس الفي سي ايكوال زيرو. 6i1 I1 ب2 يعني هتبقى ماينس 12 بلس 10 ماينس ال VC ايكوال 0، يبقى نيجاتيف 12 بلس 10 نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تروح الناحية التانية بالبوزيتيف ب2، يبقى ال VC ايكوال نيجاتيف 2 فولت. وقلنا النيجاتيف ده معناها ان انا مفترض اتجاه الشحن بتاعه غلط او الفولتج بتاعه غلط، ممكن اعكسه عادي مفيش اي مشاكل. انا حسبت الفولتج اللي هو بكام؟ بنيجاتيف 2 فولت، ما فيهاش اي مشاكل خالص. ابتدي بقى احسب الكيو، ما الكيو بتساوي ال 2 فولت مضروبين في ال 5 مايكرو فرد. يبقى انا كده اروح جاي على جنب، اعمل ايه بقى؟ اجي على جنب احسب الكيو العاديه واقول ان الكيو بتساوي السي مضروبه في الفي سي. ممتاز جدا. السي اللي هي 5 مايكرو فرد اللي هي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 مضروبه في ال 2 اللي هي هتطلع عندي كام بقى؟ 10 باور نيجاتيف 5 كولوم. يبقى انا كده قدرت احسب الكيو اللي موجوده عندي او الكوانتيتي اوف تشارج اللي موجوده عندي. تمام اعزائي الطلاب، ودي مساله من المسائل البسيطة جدا بس فيها تعديل بسيط، ان هو في كيرشوف ابتدى يحط لي كاباستور. ما تخضش وما خافش، مفيش اي مشكلة، مسألة عادية بشكل كبير، مفيش اي مشكلة من ناحيتها. تعالوا ننتقل بقى لمجموعة اسئلة كنا محضرينها لكم، برضو امتحان من الامتحانات التجريبية، واحنا قلنا نهتم بالامتحانات اللي حطها الوزارة اعزائي الطلاب اللي هم التسع نماذج اللي موجودين عندنا، سواء الثلاثة السنة دي والأربعة السنة اللي فاتت، وامتحانين السنة اللي فاتت دور أول ودور تاني، بالإضافة لفي 50 سؤال محطوطين من 2016 كان برضو الوزارة حطاهم كنماذج تجريبية الطالب بيدرب نفسه عليهم. تعال نشوف الأسئلة اللي احنا مجهزينها لكم. بيقول لي define each of the following. What's meant by the work function؟ يا ترى ايه هو الورك فانكشن؟ في شويه ديفينيشنز في المودرن فيزيكس مهمين جدا، تعالوا نتكلم عنهم. اول حاجه يعني ايه الورك فانكشن؟ الورك فانكشن هو المينيمم انرجي. يبقى الورك فانكشن هو ايه؟ المينيمم انرجي which is needed by the metal to liberate electron from each surface، او الانرجي which is needed to liberate electron او to free electron or emission of electron from a metal surface. يبقى it is the least energy to liberate electron from a metal electrons from a metal surface. قريب منها بقى critical frequency والcritical wavelength او threshold frequency، هو المينيمم frequency to escape electron from a metal surface، وال critical wavelength هو الماكسيمم ويفلينث
to escape electron from a metal surface. وخد بالك سواء الورك فانكشن سواء الكريتيكال فريكوينسي او كريتيكال ويفلينس دول ثلاث حاجات ديبند اونلي اون ذا تايب اوف ذا ميتال، بيعتمدوا بس على نوع الميتال، ما بيعتمدوش على اي حاجه تخص اللايت سورس اللي انت بتستخدمه. ده واحد من اهم الديفينيشنز الموجوده عندي برضو في المنهج، هي فرنهوفر لاينز. فرنهوفر ايه لاينز؟ ايه فرنهوفر لاينز دول؟ دي ار دارك لاينز appears in the continuous spectrum of the sun due to the absorption spectrum or absorption line spectrum of some gaseous element like hydrogen and helium found on the solar or sun envelope around the sun envelope. وخد بالك من دي، دايما ساعات يقول لي ان فرنهوفر لاينز دي اكزامبل لاني نوع من السبيكترم، absorption لاين spectrum. من الديفينيشنز المهمه population inversion state في الليزر، the r او it is the state where the number of the atoms in the excited level greater than the number of the atoms in the ground level. ده من الديفينيشنز المهمه جدا. طب السؤال الثاني بيقول لي define the mutual induction coefficient between two wires between two coils. عايز يقول لي اعرف الميوتشوال اندكشن between two coils. هقول له سهلة جدا ما فيهاش اي مشاكل. الميوتشوال اندكشن between two coils اقدر اقول عليها it is the electromotive force. طب ما تيجي نكتب تعريفها ونجيبها من التعريف. يلا كده، يبقى EMF equal M delta I over delta T، وما ننساش النيجاتيف بتاع مين؟ بتاع فاراديز، ما ننساش النيجاتيف بتاع فاراديز. مهم جدا، يبقى ال EMF equal negative M delta I على delta T. فلو انا عايز اعرف النيجاتيف M ده هيبقى ال EMF divided delta I over delta T. فأقول ال coefficient of mutual inductance it is the electromotive force induced in the secondary coil when the rate of change of the current intensity in the primary coil is 1 ampere per second. طب ما تيجي نعرفها تاني. يلا جاهزين نعرفها تاني اعزائي الطلاب. هنقول it is the electromotive force induced in the secondary coil when the rate of change of the current intensity in the primary coil is 1 ampere per second. طب سؤال تاني بسيط جدا، جايب لي الكتريك سيركت وجايب لي عليها مجموعه اسئله. تعالوا نرسم السيركت مع بعض. دي او ده شكل الكتريك سيركت اللي هو جايبها لي، وحطيت لي هنا اميتر وريزيستور هنا ب 1 اوم وريزيستور هنا ب 3 اوم والريزيستور هنا ب 12 اوم وفي ريزيستور هنا ب 6 اوم وباتري هنا في بي والانترنال ريزيستنس بتاعتها بزيرو، وقايل لي ان الريدنج الخاص بالاميتر كان 3 امبير. عايز يحسب الفي بي. ممتاز، انا ممكن اعيد رسم السيركت هنا بشكل بسيط عشان احسب الفي بي. طب تعالوا كده، طب فين تبسيط السيركت؟ تبسيط السيركت ان 3 و 1 دول متوصلين سيريس، فممكن اجمعهم مع بعض واخليهم ب 4 اوم، ودي ب 12 اوم، ودي ب 6 اوم، وقلنا هنا ده الفي بي والانترنال ريزيستنس بزيرو.
هقول بشكل بسيط، انت جاي بتقول لي ان الاميتر فوق بيقرا 3 امبير، يعني الكرنت اللي بيمشي في الفور اوم دي هو 1 امبير، يبقى الفولتج اللي ماشي في الفرع ده كله كام؟ انت كده ما احنا جمعنا دي مع دي بقت 4 اوم، والكرنت اللي ماشي معلش ب 3 امبير، الكرنت اللي ماشي بكام معلش؟ قال لي ب 3 امبير، الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس 4 اوم دي ب 3 امبير، يبقى الفولتج اللي فوق كله كام؟ يبقى الفولتج اي في ار يعني ب 12 فولت، وال 12 اوم دي متوصله بارلل مع ال 4 اوم، فلو الفولتج هنا ب 12 فولت يبقى كده الفولتج هنا 12 فولت، واقدر انا كده احسب الكرنت اللي هو 12 اوفر 12 يديني 1 امبير، يبقى الكرنت هنا 1 امبير وهنا 3 امبير، يبقى الكرنت بتاع الدايره كلها كام؟ 4 امبير. يبقى الكرنت بتاع السيركت كلها 4 امبير. طب ار ايكويفالنت؟ لا سهل، هتبقى 12 و 4 دول بارلل، يعني 12 4 اوفر 12 بلس 4 بالاضافه لل 6 اوم اللي متوصله معاهم، فخلاص انت كده معاك ار ايكويفالنت ليه ار توتال هنا، لان مفيش انترنال ريزيستنس ومعاك اي توتال. لو عايز الفي بي بقى هتبقى اي توتال في ار ايكويفالنت، يعني هقدر اقول ان الرقم اللي هيطلع من ده كله هروح ضربه في 4، يبقى انا كده جبت الفي بي لان الانترنال ريزيستنس بزيرو، يبقى انا حسبت الفولتج في الفرع اللي فوق وهو هو الفولتج في الفرع اللي تحت، وقدرت احسب الكرنت هنا وهنا واجمعهم واطلع التوتال ايه؟ كرنت. ممتاز جدا. طب هنا بقى في كومبتون افكت جايب لي سؤال، ان كومبتون افكت بيقول لي ان كومبتون افكت ويتش اوف ذا فيزيكال كوانتيتي ديكريسز افتر كوليجن، يبقى هنا بيتكلم عن كومبتون، بيتكلم عن كومبتون افكت وعايز يعرف مين الفيزيكال كوانتيتيز اللي هيحصل لها ديكريسز افتر كوليجن ان ذا الكترون او ريليتد تو ذا الكترون، يا ترى ايه هي الحاجات اللي هتقل بالنسبة للالكترون؟ سؤال ذكي جدا، هو عايز what are the physical quantity which decreases after collision in case of electrons بالنسبة للايه؟ electrons. طب سؤال سهل وذكي جدا، احنا عارفين ان after collision the velocity of the electron increases سرعته هتزيد، فبالتالي الكينيتيك واللينير مومنتم بتاعه هيزيدوا. طب الماس بتاعه، الماس بتاع الالكترون كونستانت doesn't change، معنى ان اللينير مومنتم اوف ذا الكترون انكريزس، امال مين اللي قل بقى؟ الويف لينث which is accompany with its motion، الويف لينث اللي بيبقى مصاحب لحركه الالكترون ده، فبالتالي طالما سرعته زادت واللينير مومنتم زاد يبقى الويف لينث ديكريسس، الويف لينث بتاعه ايه؟ هيقل فجأة، يبقى فور ذا الكترون ذا لينير مومنتم ديكريسس. طب فور ذا فوتون، لا ده في حاجات كتير هتقل، هتقل الفريكونسي، هتقل الانرجي، هيقل الماس، فبالتالي هيقل اللينير مومنتم اوف ذا فوتون. يبقى في الفوتون في حاجات كتير هتقل، طب ايه اللي هيزيد في الفوتون؟ هيزيد الويف لينث اوف ذا فوتون، طب بالنسبه لسرعته كونستانت، سرعته ما بتتغيرش مهما يحصل. طب تعال نشوف السؤال التاني، عباره عن مساله بسيطه جدا، جايب لي ايرن كور، الايرن كور ملفوف حواليه كويل، A و B بالشكل ده، وفي ماجنتيك فيلد بيأثر عليه، في ماجنتيك فيلد بيأثر عليه،
بيقول لي if the number of turns of the coil، تعال نكتب الجيمز اللي هو مديها لي على جنب كده. بيقول لي if the number of turns of the coil is 50 turn. ممتاز جدا. And it is penetrated by a magnetic flux of 0.3 Weber. The magnetic flux increases to 0.4 Weber. يبقى الماجنتيك فلوكس بدل ما هو بقى 0.3 بقى 0.4، معلش. During a period of time of 0.1 second. أول حاجة عايز يحسب الالكتروموتيف فورس اللي هتتولد في الكويل. هقول له سهل. الالكتروموتيف فورس هتساوي ان دلتا فاي اوفر دلتا تي، طبعا بالنيجاتيف according to Lenz rule وده Faraday's rule. فالN معايا ب 50 والدلتا magnetic flux 0.3 minus 0.4 minus 0.3 over 0.1. هتطلع طبعا هنا negative 50 فولت. احنا قلنا النيجاتيف ده بس عشان ايه؟ Lenz rule. يبقى كده انا جبت الـ EM. طب نوعها، نوع الاي ام اف اللي اتولدت دي ايه؟ فورورد ولا باكورد؟ نرجع نفتكر كلامنا. احنا قلنا فورورد ولا باكورد؟ قلنا نفتكر كلامنا عشان نعرف. قلنا اي سبب يسبب انكريس للماجنتيك فيلد او انكريس للماجنتيك فلوكس تتولد باكورد، واي سبب يخليها decrease للماجنتيك فلوكس او decrease للكرنت تتكون فورورد. هو كده حددنا الاي ام اف. عايز يحسب بعد ما نحسب الفاليو بتاعها الدايركشن. طب انا اول حاجه بعرف ان هي اي ام اف باكورد، يعني نوع الاي ام اف هنا كانت نوع ايه؟ باكورد. يعني ايه باكورد؟ يعني بتطلع ماجنتيك فيلد عكس الفاكتور اللي بيأثر عليها. يعني لو الماجنتيك فيلد جاي كده، يعني لو انا بفترض ان ده النورث وده الساوث، لان الماجنتيك فيلد اللي بيأثر عليها جاي كده اهو، السهام واضحه الريد اروز كده، فهي لازم تطلع ماجنتيك فيلد العكس. فيبقى عند الاي نورث بول وعند البي ساوث بول. كده طبقت قاعده لينز ان الماجنتيك فلوكس لانها اي ام اف باكورد يبقى عكس الماجنتيك فلوكس اللي بتأثر عليها. لو الماجنتيك فلوكس جايه تو ذا رايت هي تطلع ماجنتيك فلوكس تو ذا ليفت. واطبق بقى امبير هنا، ده الماجنتيك فيلد وده الكرنت في الكويل. لو الكرنت الماجنتيك فيلد ماشي تو ذا ليفت يبقى الكرنت هيبقى ماشي في الاتجاه ده، هتبقى الاي ام اف. فاحنا نقدر نقول بالنسبه للبوينت بي ايه هيبقى ماشي من بي رايح للاي في الكويل، اوتسايد ذا كويل من الاي ورايح للبي. فهمنا كده اعزائي الطلاب ازاي اقدر احدد اتجاهها؟ سؤال سهل ما فيهوش اي مشاكل. ننتقل لجزء تاني من اسئلتنا، هو بوت رايت اور رونج. بوت رايت اور رونج، اوكي. جيف ريزون فور ذا رايت وان. يعني اقول كمان ايه سبب الخطا اللي موجود عندي وممكن اعمل له ري رايت. قصده اول حاجه ذا اندكتيف رياكتانس انكريز باي انكريسينج ذا فريكوينسي اوف ذا كرنت او ذا فريكوينسي اوف ذا alternating سورس. صح ولا غلط وليه بقى؟ انا عايزك تقول لي ليه. اول حاجه طبعا هتبقى صح، لان الاكس ال من القانون بتساوي 2 باي اف ال، فبالتالي هنلاقي ان في دايركت ريليشن ما بين الفريكوانسي والاكس ال. طب لو قلت لك جيف ريزون، ليه جيف ريزون؟ ذير از ا دايركت ريليشن بتوين ذا اندكتيف رياكتانس and the frequency of the alternating source.
يا ترى ليه في دايركت ريليشن ما بين الاندكتيف رياكتنس والفريكوانسي اوف ذا الترنيتنج سورس؟ هقول لك بشكل بسيط، هو اصلا مين السبب في الاندكتيف رياكتنس؟ السيلف اندكشن. طب تعال نكتب قانون السيلف اندكشن كده اعزائي الطلاب. الاي ام اف ايكوال ال دلتا اي اوفر دلتا تي، طبعا بالماينس عشان طبعا لينز رول. فانا لو الفريكوانسي زاد يبقى الريت اوف تشينج اوف ذا كارنت انتنسيتي هيزيد برضه. ما هو الفريكوانسي هو عدد الكومبليت سايكلز اللي بيصنعها الكارنت في الثانيه الواحده، فلو زادت الفريكوانسي هيزيد الريت اوف تشينج اوف ذا كارنت انتنسيتي، فهتزيد الاي ام اف سيلف انديوزد، فبالتالي هتزيد الاكس ال. يبقى لو قال لي ليه هقول له because there is a direct relation between the inductive reactance and the frequency of the current. لو رخم عليا وقال لي ليه تاني هقول له عشان by increasing the frequency the rate of change of the current intensity in the coil will also increases which cause the increase of the self-induced EMF. تعال ننتقل ل بوينت رقم 2 في الجفريزو في البوترايت اورنج الموجود عندنا. بيقول لي باي انكريزنج ذا بوتنشال ديفرنس اكروس كولج تيوب تيرمينال، باي انكريزنج ذا بوتنشال ديفرنس اكروس كولج تيوب تيرمينالز ذا ويف لينث اوف ذا كاركترستيك اكس راي ويل انكريز. صح ولا غلط؟ بيقول لي باي increasing the potential difference by increasing the potential difference. السؤال احنا محضرينه لكم اهو من الامتحانات ومن الورق بنقوله by increasing the potential difference in case of the collegiate tube. في حالة الكوليجيت تيوب لو زاد البوتنشال ديفرنس هل هيزيد الويف لينث اوف ذا كاركترستيك اكس راي ولا لا؟ طبعا الاجابة هنا رونج. طب ليه؟ لان اللاين اكس راي او كاركترستيك اكس راي doesn't depend on ايه the potential difference across the collegiate tube terminal. احنا قلنا اللاين اكس راي او كاركترستيك اكس راي ده بيعتمد على التارجت ماتيريال، على نوع التارجت اللي انت بتستخدمه. اما الكونتينوس او السوفت اكس راي راديشن بيعتمد على البوتنشال ديفرنس. يبقى نقول له رونج بيكوز ذا كاركترستيك اكس راي ديبند اونلي اون ذا تايب اوف ذا تارجت دازنت ديبند اون ذا فولتج اكروس ذا تيرمينال. رايت وان او تو فاكتورز افكتنج ايتش او ايتش اوف ذا فولوينج ديبندس اون. رايت فاكتورز each of the following depends on the self induction of a coil. انا عايز فاكتورز بيأثر على self induction of a coil. هقول له هم اربع فاكتورز اللي كنا كاتبينهم في القانون: permeability, number of the turns of the coil, geometrical shape and the length of the coil او باختصار the distance between the turns of the coil. ما هي المسافة ما بين عدد لفات الكويل دي معناها طوله، كل ما المسافة ما بين لفات بعدت طوله بيتغير. يبقى هنقولهم تاني ايه الفاكتورز اللي بيعتمد عليها السيلف اندكتنس. واحد البرميابيلتي اور ذا بريسنس اوف ايرن كور انسايد ذا كويل اكسس. اتنين النمبر اوف turns اوف ذا كويل سكوير. تلاتة الجيومتريكال شيب او الكروس سكشنال اريا اوف ذا كويل. اخر حاجه الديستانس بتوين ذا تيرنس اوف ذا كويل. طب الميوتشوال اندكشن بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد على البرميابيلتي، النمبر اوف تيرنس اوف ايتش اوف ذا تو كويلز، بيعتمد على الفوليوم او الجيومتريكال شيب برضه اوف ذا تو كويلز، واخر حاجه الديستانس بس بتوين ذا تو كويلز. يبقى احنا كده قلنا السيلف اندكتنس والميوتشوال اندكتنس. تاني حاجه عايز factors depend on بيقول لي the magnetic flux density at the axis of a circular coil carrying current.
the magnetic flux density at the axis of a circular coil carrying current. هقول له it depend on permeability, current intensity, number of turns of the coil and inversely with the radius of the coil. أعزائي الطلاب، أتمنى إن احنا نكون أفدناكم النهاردة، وأتمنى إن بإذن الله تكون امتحانات سعيدة عليكم، وبإذن الله نوعدكم بمحاضرات المراجعة بحاجات أكتر وأكتر يا رب كده بإذن الله، وأتمنى لكم التوفيق في الامتحانات اللي جاية، وأقول لكم شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.